مرحبا بكم الناس الكل يهم الترجي. ملك التوقعات خالد الغندور يتكهن بطرفي نهائي رابطة الأبطال الإفريقية، بعد أن كان منذ القرعة توقع نهائي بين النجم والهلال السعودي في البطولة العربية. اعتبر اللاعب الدولي المصري السابق خالد الغندور أن الفرق الأربعة المتأهلة لنصف نهائي رابطة الأبطال الإفريقية قوية وقوية جدا، لكنه يتوقع أن يكون الترجي طرف في مواجهة الوداد أو سان داونز بحكم الخبرة الإفريقية التي ستحسم الأمر، لأن مازيمبي لم يعد بتلك القوة السابقة. يعني خالد الغندور يقول الترجي سيترشح لنهائي رابطة الأبطال الإفريقية يا إما مع الوداد أم مع سان داونز.